صاحبة الصوت الجميل، الفنانة اللي تمتلك الإحساس القوي، أثبتت نجاحها بالكويت والخليج. نرحب بالفنانة التونسية الجميلة مروة بن صغير. يا أهلا وسهلا فيك. مساء الخير ومساء النور. طبعا مشكورة على الاستضافة وسعيدة اليوم موجودة في الأول مرة برنامج مسائي على تلفزيون قناة الرأي. نعم، أنا اللي أقول لك أخيرا ما أخيرا صارت قعدنا جبال بعض. ترى ربع احنا من زمان، بس اول مره احس التقاء خلاص رسمي يعني يعتبر. طبعا عشان نوضح للجمهور، احنا ربع بسوشيال ميديا صح، والتقينا كم مره، سلمنا على بعض، صح بس فعلا ولا مره صار في الا لقاء حوار كذي. وقعده وكذي. صح عاد احنا ما نبي سينو جيم سينو جيم، احنا خلاص نسولف عادي ميانا. عادي اوكي حبيبتي. طبعا ابتدي معاك اكيد ببدايتك، وهو من بعد ستار اكاديمي. ستار اكاديمي هذا السؤال ممكن اسألوك يا وايد يعني في وايد. كل مره اقول يعني خلاص المفروض يعني خلاص نسينا هذا الموضوع. لا والله فعلا برنامج ستار اكاديمي احسه يعني اول شيء اكيد واحد ما ينسى بداياته، صحيح، بس لانه يمكن احس انه صار له فتره كبيره برشا، دونك احس الموضوع خلاص. يعني انا من تقريبا استقريت بالكويت او صار لي خلينا نقول 5 سنوات احس بلشت من الصفر. يعني كاني مثلا ما بلشت من ستار اكاديمي او مثلا برنامج، ما راح اقول انه هو ما فادني، بالعكس فادني بطريقه مو طبيعيه. يمكن في ناس ما كانت تعرف مروه من صغير، تعرفت في بلادي في تونس، تعرفت من يعني جميع الدول العربيه عرفتني، بس صحيح. بعدين احس اذا ما في استمراريه لازم واحد يبلش من الصفر يثبت نفسه حاله حال اي فنان يعني. فهمت؟ صح. زين مروه، تحسين ان ذوقك اختلف باختيارك للاغاني، بالاغاني اللي تسمعينها، كونك الحين انت بالخليج؟ يعني اغلب الاغاني اللي قاعد تغنينها هي خليجيه. شوف هو اكيد راح يتغير اللون، طبعا حبي لفيروز مستحيل راح يتغير، يعني هذا شيء تربيت عليه من انا وصغيره وتعلمت عليه، وبدايتي كلها كانت الاغاني الطربيه طربيه. بس واحد مع الوقت، خصوصا احنا يعني كوني عايشه في دوله خليجيه، اكيد لازم نرضي الطرفين، لازم نغني خليجي، لبناني، مصري، تونسي. وما شاء الله هون احس الشعب الكويتي، والله مو مجامله، احس ذويق ويسمع جميع الاغاني. صحيح. يعني مو مثلا متخصص انه لا لازم تغنين بس الاغاني الكويتيه، فهذا الشيء بالعكس علمني. يعني مثلا كوني ما كنت اغني ترى قبل اغاني خليجيه للعلم، يعني حتى في ستار اكاديمي كانت اغلب اختياراتي طربيه، مثلا اغاني اللي هي مثلا فيروز، مجد الرومي، يعني اللون غير اللون هذا. بعدين لما سمعت الخليجي احس نفسي انه لا يعني طور فيني اكثر، مقامات غير، كلغه غير، كل يعني وايد اشياء غير. صح مروه، انت غنيتي سامري، والسامري نعم. يعتبر من يعني اللون من الوان الغناء الصعب، فعلا. مو احد يقدر انه هو يجيبه. شلون شفتي هذه التجربه؟ كانت تجربه بالبدايه صعبه كبدليات طبعا ككلام بدعت بس بعدين مع الوقت لما واحد يتعود على هالموضوع، وخصوصا ان انا جميع صديقاتي من هني من الكويت ساعدوني على هالموضوع صراحه، ان الاكسنت شلون ان بالضبط انطق هالشيء، ومع السمع ومع هالامور هذه كلها الحمد لله تحس نفسك يعني تتطور شويه شويه. صح. وش كثر خذ منك وقت علشان تضبطين اللهجه؟ والله ما نش نقول وقت معين، خلينا نقول يعني هي مع الوقت، مع الوقت. انت الحين قاعد تسوي لي ميكس اصلا بكلامك، خليجي لا. على شويه تونسي. لا. لازم ضروري طبعا. يعني الحمد لله وانا ما تكلمتش معك تونسي تونسي، ولا كنت راح اطلب منك ترجمه انا على طول مروه. خلاص لا تكلميني تونسي ما راح افهم ان شاء الله حبيبتي. انزين، الاغاني الخليجيه دائما ما يكون لها اثر وصيت كبير. انت ما شاء الله تبارك الرحمن حطيتي لك بصمه من خلال الاغاني الخليجيه، لكن مستقبلا هل راح نشوف تنويع اكثر من ناحيه الاغاني اللي تختارينها؟ يمكن اخر اغاني اللي سويتهم خليجيين صراحه. يمكن ان شاء الله الفتره اللي جايه يمكن سويت والله اغنيه بعد للمغرب العربي، خلينا نقوله لا سويت مصري، سويت مغربي، سويت ترى عده لغات. بس للاسف للحين ما عملتش اغنيه تونسيه. ان شاء الله انا كل مره نوعد الجمهور، ما احب نقول اللي انا باش نعمل البوم، لانه الالبوم فكره الالبوم انا يمكن لغيتها الفتره الاخيره، احس عصر الالبوم انتهى. يعني احس يمكن الاغنيه تاخذ وقتها احسن، يعني اغنيه اغنيه اغنيه. فشنو مثلا اللي راح يكون بالمستقبل ما اقدر اقرر. يعني انا بالنهايه لما اقعد مع ملحن شيء يعجبني خلاص على طول، ما افكر مثلا اخطط مثلا الاغنيه الجايه راح تكون مثلا كلمات كذا او لحن. اذا عجبني شيء واحسه انه مثلا
صوتي أو أحس الحالة اللي أنا موجودة فيها ممكن راح توصل للجمهور، ايه؟ على طول أسويها من غير أي تردد. بس دائما أغانيك تكون بينها فترة طويلة، صح؟ يعني عشان تاخذ حقها. هي تاخذ حقها، تاخذ حقها من أول ما تنزل تاخذ حقها، لكن ودنا نشوف استمرارية أكثر مروة. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، انت اختياراتك في الاغاني جميله، تناسب صوتك، تناسب احساسك، يعني فعلا تنقين الاغنيه مثل ما يقولون نقوه. فدائما يكون في مسافه كبيره بين اغنيه والثانيه. يمكن نوعي انا مو من النوع اللي على فكره اتسرع بكل خطوه في حياتي، يعني من النوع اللي اذا خذيت خطوه في اي شيء، ترى مو حتى بس بالمجال الفني، احب افكر وافكر. هو يمكن هذا الشيء مو حلو، لان احس المجال الفني يبي له جرأة معينة من الشخص، لازم يكون شخص شخصيته قوية وجريء ويتقدم على شيء من غير ما يفكر. أنا فيني عيب، يعني حتى الوالدة على طول مثلا مروة لا روحي خلاص عادي مو مشكلة لا تفكري. فيمكن هذا من الأسباب اللي تخليني مثلا أطول، أنطر أنطر أنطر، وهذا الشيء أكيد عيب، لأنه ترددين وايد؟ أترددي، فيني هالطبع، يعني ها أوكي لا يعني في كل شيء، كل شيء بحياتي عندي هالموضوع هذا. فيمكن هذا سبب من الأسباب اللي تخليني أطول فترة طويلة على ما أسوي مثلا الأغنية ثانية. وفي نفس الوقت الصراحة أحب الأغنية تاخذ حقها، يعني تنسمع مو مشكلة، على راحتها خليها. يعني ما أحب أنها مثلا سويت أغنية يلا على طول اللي بعده، لا. راضية على الأغاني اللي نزلت؟ أغنية بس مو راضية عليها، وما راح اقول شنو الاغنيه. يا بقول لك شنو هي، على طول سبكتيني. لا اغنيه اكرهها، يعني من الاخر اكرهها. اوكي. وتحسفت الصراحه ان انا سويتها، يعني بس بالنهايه واحد ما يتحسف بالمجال، يعني في كل مجال واحد يتعلم من الغلط اللي سواه. اوكي احس مو مثلا ان ضرتني او شيء، بس احس ما خلتني مكاني، ما غيرت شيء، ما غيرت ولا اي شيء بالضبط. يمكن تسرعت في الموضوع. احنا نبي نسمع اغنيه بس ما نبي نسمع الاغنيه اللي ما تحبيها. خلاص اوكي. شنو بتسمعينا؟ مضناك. تفضلي. شكرا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل مع ضيفتنا الجميله قلبا وقالبا مروه بن صغير. حبيبتي مشكوره. أنا ما أكذب ترى على الهواء، ما أكذب، هذه صجية. الحمد لله. مروة، يعني تكلمنا على بداياتك، تكلمنا على اختياراتك، لكن لازال نحس أن مروة في نفس مكانها من طلعت إلى أن إلى الحين. زعلتيني الحين. في نفس مكانها. أنا أقول لك هذا الواقع، لأن صح. شنو إحنا نحس أن صوت مروة يستحق أنه هو يكون بالمصاف الأولى. يعني مروة ما شاء الله صوتك حلو وقوي وإحساس كبير، لكن لازلنا نشوف أن مروة انتشارها فقط في الكويت والخليج. شو رايك بهذا الموضوع؟ هو الاكثر صح انتشاري اغلب، يعني الاكثر الحين احس بالكويت، وبالعكس هذا شيء حلو بالنسبه لي. كوني تونسيه وانشهرت بالكويت، انا هذا الشيء فرحني بطريقه مو طبيعيه. يمكن صراحه مقصره كبلادي في تونس مثلا، كنت في فتره معينه كان اسمي اكثر من كذي بوايد، يعني مثلا حتى في الحفلات مثلا مرات صراحه ازعل شويه اذا ما انطلب، بس هم في نفس الوقت ما لازم ازعل، لانه طول الوقت وطول إقامتي أنا خلاص صارت حياتي هني، شغلي هني. فالموضوع ما يساعد أن أنا أروح باستمرار. كيف ما قلت لك أنا يمكن تونس أكثر شيء إجازات يعني للوالدة، وأرجع على طول الكويت. بالنسبة خلينا نتكلم نقوله كعالم عربي، يا جماعة الفن يعني موضوع ترى مو سهل، مو سهل. وحتى كنا نشوف قبل، يعني فنانين قبل كانوا يأخذون بالسنوات اللي يعني كثيرة وعلى ما يوصلون بهالموضوع. يمكن ما راح اقول ان انا مقصره صراحه، بس احس ان الموضوع يبي له دعم، يبي له شركه شركه انتاج. يمكن عشان ما اكون متناقضه، ما اتمنى تكون معي شركه انتاج بهالوقت، اتمنى يكون اداره اعمال قويه. يعني انا بالنهايه صراحه ماني باش نقول لك ان انا يعني كل شيء افهم، يعني انا بالتسويق احس نفسي صفر صراحه، ما اعرف اسوق الشيء يعني اطلع قيمته. او مثلا يعني الحين يقولون مثلا مروه السوشيال ميديا تقدرين تشتغلين عليها تطلعين نفسك، صح؟ اقول لهم اوكي، واذا احد مو عارف هالشيء او مو عارفه شلون استخدم هذا الموضوع، سو لا تزعلون مني. انا حتى السناب شات ترى يعني قليله بالظهور، يعني انزل اذا مثلا عندي حفلات في شيء مهم. اشياء اليوميه ما احب، ما احب اسوي شيء انا ها اوكي مو عارفته، يا اسوي شيء ان انا متاكده منه، إيه؟ نفس ما انا اغني خلاص لا احد يناقشني، يعني بالنهايه اوكي يصير موضوع اذواق،
في ناس تحب مروة ما تحب مروة، بس ما أحب أسوي شيء أنا أساساً مو عارفة إذا هو صح أو لا. فعشان كذي الناس إن تشوف لا مروة ما تقدمت، مروة مثلاً مكانها، بس بالنهاية يعني أحاول كل فترة أسوي لي خطط مستقبلية، أجدد من نفسي، أجدد يعني طريقة الغناوي من اللوك من هالأشياء هذه كلها، والبقي على ربي اكيد. وجمهورك جمهورك متواجد يعني تبارك الرحمن، قاعد اشوفهم متفاعلين معك حتى صح. لما تنزلين بين فتره وفتره صوره صح. ولا صورتين لا اشوف في تفاعل، الناس قاعد تجاوب معك الحمد لله. اي فهو تقصير منك انت، انا قاعد اقول لك اياها على الهواء، منك انت يا مروه. لا والله العظيم لا والله اشتغل باللي اقدر عليه يعني ان شاء الله. اقول لهم يمكن الفتره هذه بالذات حسيت شويه كانت فتره ركود بالنسبه لي انا. الإجازة الصيفية مريت بوعكة صحية صراحة، خلتني إن يعني أرجع حتى هني رجعت شوية طاقتي للحين مو مروة أعرف نفسي، فالموضوع هذا هز فيني شوية، بس إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نهاية 2017 بداية 2018 تكون إن خير وشيء جديد إن شاء الله. إن شاء الله أكيد إحنا نتمنى هالشيء. وقبل ما نبلش بعد نسألك ونحقق وياك ونأذيك شوي، نبي نسمع أغنية إن شاء الله. راح نغني لك سامري. الله الله عليك وعلى هذه الأغنية السامرية الجميلة. شكرا. أتوقع بالعروس وايد يطلبون سامريات صح؟ أي طبيعي طبيعي يعني خصوصا الناس المتقدمة بالعمر أكيد. أي. والله حتى بنات صراحة، لأن أحس خلاص هذه البصمة الكويتية يعني إذا ما غنيتي سامري بعرس أحس لا في شيء ناقص صراحة. قاعدين يقولوا لي تغنين حق أبو بكر. أبو بكر الأغنية دمار شامل. دمار شامل اسمها. إيه؟ دمار شامل؟ لا اللي صب صوتك دمار شامل. للحين ما عبالي في أغنية اسمها دمار. لا لا إن شاء الله يصير في المستقبل، بس بصوتك تكون جميلة جدا، فلازم توعدينا أنك تغنين لنا. وعد بإذن الله. أوكي إن شاء الله. زين خلينا نرجع على الظهور الإعلامي، أنت قلتي أن في تقصير اتجاهك، لكن هل تشوفين أيضا أنت مظلومة إعلاميا؟ يعني شلون مظلومه حسب هو يعني الناس ما تناديني مثلا او ممكن يعني الاعلام احيانا يسلط الضوء على بعض الفنانين ويعطيهم هذا الاعلام العربي يعني تسليط الضوء الشهره اكثر، المقابلات وكانت مقابلات بالجرايد بالتلفزيون وغيرها من الامور. هل تشوفين ان انت شخصيا مظلومه اعلاميا؟ شوف ما راح اقول مظلومه، بس للاسف بهالزمن لازم واحد يسوي حق نفسه. ما احب يعني كلمة شو لازم أنا أسوي بهرجة بالسناب شات. أوكي مو الكل طبعا، مع احترامي للجميع مو الكل، بس أحس إنه لازم واحد يسوي أكشن عشان إنه مثلا الناس تلتفت له، عشان إنه من هالشيء طبيعي راح تصير الناس تناديه أكثر. فإذا شخص أوريدي هو أصلا ما قاعد يسوي هالشيء، وأنا قلت لك أنا إنسانة مو بارعة، أنا وايد صجية ترى يعني خلاص اللي قلبي على لساني ما أعرف، فأخاف يعني حتى مثلا مرات والله العظيم من كثر ما انا اخاف من هالموضوع انزل سناب شات بعدين امسحها بعدين ها اتكلم بعدين، وخصوصا دائما احب احترم البلد اللي انا فيها مهما كان. يعني ما احب اتكلم باسم يعني باسم مثل الناس باسم ناس ثانيه، ممكن يمكن في تونس مثلا راح اخذ راحتي اكثر صح. احب هذا طبيعي. اي احب احترم المكان اللي انا موجوده فيه، ما احب بالعربي يعني اتفلسف او مثلا يعني اقط شيء مثلا يمكن ما يعجب الناس يمكن. فهذا هو التحذيرين. التحذيرين بالكلام وايد حذره، فهالشيء خلاني فطبيعي راح اظلم نفسي. ما راح اقول لك الناس ظلمتني، لا الشخص الحين اذا هو يعني مثلا انا اشوف ما شاء الله الفنانه بلقيس شاطره بهالشيء وذكيه بهالشيء، وبالعكس يعني ما راح اقول لك اليوم الشاطرين والله بس مثلا البلوجرز او الفاشينيستا، لا 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 الشخص اللي شاطر بالاعلام يقدر يسوق نفسه وبذكاء. انا يعني كررت لك هذا الموضوع، ما يعني يمكن انا ظالمه نفسي اكثر. نعم. يبي لك شويه تسويق صح. على صح. شويه اداره في هذا بالضبط. الموضوع، لكن احنا ما ننكر تواجدك وما ننكر صوتك الجميل اللي شكرا. طبعا الكل يستمتع فيه. شكرا. احنا مستمرين في الحوار معك ومستمرين في الغناوي اكيد، لكن مشاهدينا نروح الفاصل ورادين. الله عليك وعلى هذه الأغنية وعلى هذا الاختيار، يعني انت وديتنا بعالم ثاني ترى اليوم. يلا زين الحمد لله. مروة قلتي ان يعني لما بعد الصيف بعد الإجازة مريتي بفترة ركود صح، حسيتي انك شوي يعني احساسك ومشاعرك كلها
داون داون بالضبط. ايش كثر نفسية الفنان نفسه تلعب تأثر دور عليه؟ انت قولي لي، سولفي لي عن هذا الموضوع. يعني شوفي وايد يلعب دور. المجال الفني هو الحلو بالموضوع، يخلي الشخص مع الوقت عنده، لازم مو عنده، لازم تكون عندك شخصية قوية، يعني تواجه كل الصعوبات مهما كان عندك مشاكل بالبيت مع نفسك، نفسيتك تعبانة. للأسف مع المجال الفني، لأن إذا ما لحقتي على روحك مثلا، أو مثلا ما صرتي قوية بسرعة تطيحي، لأنه يأثر طبيعي. صح. بس في نفس الوقت في عنده جانب، لأنه أحس مثلا مرات إذا أكون بحالة، يعني مثلا نفسيتي أنا اليوم تعبانة، سبحان الله يمكن أحس أبدع أكثر بالغنى. أيه. ما أدري ليش، يمكن موضوع نفسي أكثر. بس هو أكيد الفنان لازم دايما على طول تكون عنده طاقة إيجابية، على طول يكون مقبل على الحياة إنه بشكل إيجابي، لأن إذا ما فكرت بهالشيء سبحان الله راح يعكس، والناس راح تحسك إنه فيك شيء غلط. صح. فهذا اللي حسيت فيها الصيفية، يعني حتى الناس مثلا مروة اختفيتي، أقول لهم يا جماعة طبيعي، الشخص ترى مو على طول سعيد وعلى طول يضحك، احنا حالنا حالكم، عندنا مشاكل، نمر أكيد بظروف أكيد. يعني تأثر على الشخص يعني. والحمد لله يمكن أحس نفسي الحين شوية شوية قاعدة أصير أحسن، وإن شاء الله يعني. بس أكيد يأثر على الفنان طبيعي يعني. إن شاء الله. بسرعة بسرعة مروة، بسرعة شنو بسرعة، بسرعة؟ صيري أحسن. لا أنا زينة، ما فيني شيء الحين. لا نبي هذه مروة اللي كانت بطلتها الزاهية، اللي بتواجدها لا تنكرين، أنت قلتي بنفسك أن حاسة نفسك أن أنت في هذه الفترة بركود. صح صح يعني، وهذه حالة تصيبنا كلنا، يعني صح مو بس الفنان نفسه، حتى صح الشخص العادي والطبيعي طبيعي تمر فترة في حياته يحس نفسه خلاص ما يبي، يعني يبي الهدوء يمكن أكثر. لا يمكن يعني الطاقه خلصت احس، بس لا أيه. احس يعني احس ان تو الناس ما ادري، بس احس الطاقه أكيد تو يعني. الناس. بس لا يمكن احس، قلت لك انا يمكن الصيف بعد كان شويه متعب، ترى هالسنه كانت مسرحيه زين ما شاء الله تبارك صح. الرحمن، مددنا بالعروض ويعني كان ضغط ضغط بشكل مو طبيعي. المفروض اوكي هذا الشيء ونس، بس بعد العروض حسيت يعني فعلا نفسي اكثر فتره كنت فيها تعبانه، ما اقدر اسوي. والحمد لله كان بحظي ان هالفتره مثلا ما في حفلات، يعني عموما احنا دائما الصيف يكون اخف. الدنيا اخف، صح. رغم اللي تصدقين بتونس عندنا العكس، يعني انتم بالصيف اكثر. بالصيف اكثر الناس خلاص تسافر وتروح، احنا بتونس عندنا الصيف يبلش الحفلات ايه. وتبلش الاعراس وتبلش وتبلش وتبلش. بس انا الحمد لله هذه الفتره ريحت فيها يعني الحمد شويه لله، وان شاء الله النفسيه تتجدد ان شاء ونسمع الله سنجل ان جديد، شاء الله يمكن اكيد. ميني البوم. ما يندرى، ما ادري. شو انا قاعده احاول اسحب، حتى اعطيني اعطيني شيء كذي حصري. شوفي والله حاطه يعني ببالي اسم معين صراحه، واشتغلت معاه قبل، ومن اقوى الناس صراحه يعني فهد الناصر، اوجه له تحيه. اكيد. سويت معاه اغنيه عاشقين، وصراحه الحين ان شاء الله قاعده افكر من الناس اللي برد اشتغل وياها مره ثانيه، لان في ثلاثي انا احب اشتغل وياهم، ربيع الصيداوي كموزع، وفهد الناصر، وسعد المسلم، انا عندي التوب صراحه ما شاء الله. حاطته هو، حاطه ايضا بشار شطي. بشار شطي لانه دائما احس الحانه، ما ادري يا اخي، احس فيها طابع يعني فيها شيء، تحسينها فريش، اي دائما بالضبط، تكون متجدده. اي متجدده بالضبط. فبس انا الاكثر احتمال راح يكون ان شاء الله مع فهد الناصر ان شاء الله. احنا مستمرين معاك مروه، لكن نروح الفاصل ورادين. الله عليك، انت صاحبه الطاقه الايجابيه والله. تقول قاعد اسولف معاها قبل الفاصل، تقول انا طاقتي كلش مو ايجابيه. صح. اي على والله فرحتك هذا كلام امي كلها، تقول لي ليش ليش كلها طاقتك سلبيه؟ ابتسامتك جميلة، فهي اللي تجيب الطاقة الإيجابية هذه. يعني قاعدة أسمع اختياراتك في الأغاني، الصوت فيها يدغدغ المشاعر. صح دغدغة. صح حبيبتي والله. مروة، يعني الأعراس تشكل دور مهم للفنان نفسه، أكيد. وتواجده في هذا المجال وفي مجال الأعراس هو يحقق له نوع كبير او شكل كبير من الشهره. صح. ايش كثر فرقت معاك لما دشيتي مجال الاعراس؟ فرقت معايا وايد وايد. اول شيء طبعا بدايتي كانت من الكويت، وسعيده بدايتي كانت من الكويت، لان في كل لقاء نقول هالكلمه، اصعب جمهور يحكم على الفنان هو الجمهور الكويتي. اذا نجحتي بالكويت معناتها
يعني في أي مكان راح تروحين خلاص تحسي نفسك جاهزة للموضوع. أوكي. نعم. طبعا فرق معي وايد، أن في ناس ما كانت تتابع ستار أكاديمي، في ناس ما كانت تعرف مروة، في ناس ما كانت تعرف مروة أغني الأغاني الخليجية. صح. فطبعا الموضوع فرق معايا، يعني الناس يعني الناس حتى المتقدمة بالعمر، الناس الكبار صارت تعرفني. بعدين انتشر معايا الموضوع، ما صار بس بالكويت، صار بقطر، صار بالسعودية، صار بالبحرين. فالموضوع يعني شكل معايا تغيير بشكل مو طبيعي. فالحمد لله، بالعكس أنا أشوف الأعراس شيء ترى مهم لمسيرة أي فنان. لا يقول لي مثلا الأعراس لا، وإن ماخذين هالموضوع بس إنه موضوع فلوس، أبدا لا، والله العظيم لا. صح، لأنه يكون تواصلك مباشر مع مع الجمهور الناس نفسه بالضبط بالضبط، وتفاعلهم حساس، أي يعني أي خاصة بالأعراس غير عن أكيد. أي حفلات ومهرجانات أخرى. خليك حتى متمكنة، تكون الثقة في نفسك صح. زادت خلاص. يعني حتى يوم الأيام إذا وقفت على مسرح، أوكي الموضوع مو عرس، بس إنه خلاص متعودة على هالشيء. أنت أوريدي قاعدة صح يعني تشوفين هالناس بشكل أسبوعي، خلينا نقول، أو صح مثلا أسبوع إي وأسبوع لا، فاهمة؟ صح فالعروس أنا يعني أشوفها طورت مني وايد صراحة. نعم، وتواجد فيها يعني أكيد ما حد ينكره. مشكورة وايد مروة على تواجدك حبيبتي معنا اليوم، حبيبتي مشكورة. يعني أمتعتينا بإجاباتك أول شيء إن شاء الله وعفويتك. بعرسك أغني إن شاء الله يا رب. إيه إن شاء إن شاء الله. الله إن شاء الله يا جماعة. المهم يا جماعة نغير الموضوع بسرعة. صار حر زين. نبي ختام هذا اللقاء الجميل أغنية منك. إن شاء الله حبيبتي. أوكي تفضلي. راح أغني أغنية لتونس، لازم تونسية أكيد.